مين اللي جاب التورته بالظبط كده. طيب خلونا نرحب كمان كالعاده طبعا فقرتنا اليوميه فقره المطبخ. النهارده معانا الشيف داليا عبد الوهاب، تعالوا نرحب بيها ونشوف هتعمل لنا ايه النهارده. ازيك يا دودو؟ الحمد لله، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. لا هو النهارده اكل حلو. ما اكيد كل يوم جمعه بتعمل لنا اكل يعني حلو. احنا قلنا بنحب اكل اللمه وقلنا هنعمل هنغير الرز، احنا عملنا اكيد كل انواع الرز كل يوم. الكاري والشعريه والحبه وحبه، فالنهارده هناكل فريك، والفريك من الحاجات الجميله قوي الخفيفه. الصيام برضه طول النهار فحابين نغير، حمام وفريك، وهنعمل شوربه فريك، وهنعمل سلطه خضراء، وان شاء الله كمان معانا بقى الكنافه بطريقه جديده خالص، هنعمل كنافه سينابول، سينابول كداب كده. ايه ده؟ طيب حاجات حلوه ها؟ جدا. تسلم ايديكي مقدما، وانا وهدى طول الحلقه هنبقى معاكي ان شاء الله متواصلين. الاكل عندنا مليان حاجات فظيعه ورهيبه. انا شايفه دودو قاعده ايه منهمكه. ايوه يعني داليا مركزه جدا. وبصي كمان التقديم، يعني هي ابتدت تغرف شويه حاجات الفريك جهزه، وهنعرف ازاي يتعمل طبعا بعد الفاصل. بس يعني كمان الحمام ريحته فظيعه، مش عايزه اقول لك يعني. لا لا واضح، والله اننا صايمين. مرحب بكل مشاهدينا في طعم البيوت، وفقرتنا فقره المطبخ، ومجموعه جميله جدا من الاطباق النهارده منورانا الشيف داليا عبد الوهاب. ازيك يا دودو؟ اهلا بحضرتك. اهلا، كل سنه وانت طيبه. طيب يا طيب. للمره الثانيه، الجمعه الثانيه معانا بنقدم اطباق جميله في رمضان، واحنا النهارده عندنا الملك بتاع القعده النهارده هو الفريك، الحمام. ما هو الفريك بقى، وانت عامله معاه الحمام يعني. طيب عشان انت بس عامله شوربه فريك كمان يعني. هو يعتبر الاكل كله فعلا فريك بالظبط كده. طيب خلينا نبتدي بالشوربه الجميله دي. طيب هو احنا الفريك عموما جبناه ونقعناه قبلها، يعني انا النهارده الصبح قمت من النوم نقعته ساعتين بالظبط، وبعد كده صفيته. وطبعا بنختار نوع كويس عشان ما يبقاش فيه زلط او الكلام ده كله. صفيناه، وبعد ما صفيناه سبناه، جينا بعدها بنحط زيت وسمنه، زيت وسمنه. وطبعا انا بحب احط جوه زيت والسمنه زي ما شفنا الحاجات اللي حبهان والمستكه اي حاجات بتحب نحطها بنحطها زيت وسمنه عشان تطلع الريحه مع الفريك بالذات. وبنقلب مع الفريك، وبنحط بصلايه مبشوره، وبنحط عليه شويه ميه يبتدي يستوي عشان ابتدي اخد منه اعمل الحمام. الحمام هو بيتغسل يعني في الاول بشوحه مع البصله كده مع الزيت والسمنه والتوابل بتاعته يعني بالظبط كده. وبعدين احط ميه قد ايه؟ طيب بيبقى اعلى منه حاجه بسيطه زي الرز يعني، زي الرز بالظبط. خلاص خلصنا بعد ما شوحناه وعملناه. انا شخصيا او يعني جمال الموضوع ان مفيش حمامه هتكفي فرد واحد. فطبيعي يبقى معاها رز، يعني صنف جانبي. الصنف الجانبي هو الفريك ذات نفسه. تمام. ان احنا سيبنا يعني، خدنا دلوقتي منه مجموعه، خدنا نصه بالظبط، حشينا الحمام. انا حتى كبه كيلو فريك مكتوب على الشاشه. أوكي. دي عشان نصه بناكله بنعمله زي جنب الطبق، والنص التاني بناخد بيه نعمل فيه الحمام. طيب. والجزء منه بناخد معلقه كبيره منه نشوحها برده تاني. وبنزود عليها الشوربه ومرق الدجاج وملح وفلفل بس. يعني الشوربه دي عباره عن الفريك بعد ما استوى، اخده بعد ما استوى اشوحه واحط عليه بس شويه شوربه. والله مش عايز تسوحيه وتبقى لايت، تبقى خفيف كده افضل. في ناس بتحب تزود نسبه دهون او عندها السمنه براحتها، بس هو بيبقى مش محتاج اي حاجه. هناخد معلقه كبيره منه بنزود عليها الشوربه بتاعت الحمام ذات نفسها. وبنبشر عليه جزرايه. بعد ما بشرنا عليه الجزرايه، بعد ما بشرنا عليه الجزرايه زودناه من شوربه الحمام ذات نفسها. يعني بص احنا يعني اللون الاحمر اللي في الشوربه هنا ده جزر. ده جزر بالظبط كده. طيب بالنسبه للحمام زي ما احنا شايفين كده الحمام اهوت. الحمام بقى ورقناه يعني ايه؟ يعني جبنا ما بين الجلد بين الجلد والعظم كله، يعني كله اتشال اهوت اهو. كله اتشال عشان يقدر يدينا الشكل اللي احنا بنشوفه المحلات الخارجيه بره. فاحنا بنجيبه الاول بنورقه، بعد ما ورقناه بنحشيه من نفس الخلطه اللي احنا عاملينها. طيب قولي لي مقدار الحشو قد ايه عشان ما يفرقعش برضه، عشان ساعات بيفرقع في الرز اصلا. ما هي الفريك مختلف اولا. الحمد لله مش هيفرقع في الفريك. ثانيا هو لازم يكون الحمامه ذات نفسها نسبتها مش عاليه، يعني ده يمكن يكون انا حاطاه بالمنظر ده. يعني بصي حضرتك المنظر ده عامل ازاي؟ مش منفوخه قوي يعني. بالظبط احنا مش هننفخها قوي لان هو هيكمل سواه في الميه ذات نفسها. حلو. طبعا ميه شوربه الحمام مهم جدا، بنحط فيها جزر زي ما احنا حاطين، وكرفس وبصل. ونفس التوابل اللي احنا بنحطها، مستكه وحبهان. طيب سؤال، ده الفريك دلوقتي اللي قدامنا ده مستوي هناكله، الفريك اللي في الحمام ده بيبقى برده مدياله يعني سوى؟ كامل؟ قلنا الكيلو كله خدناه سويناه. يعني تسويه كامله؟ لا مش كامله، احنا طلعنا نصه قبل ما يستوي، كملنا شحينه عشان بيحلو عشان يستوي جوه الميه بطعم الحمام. طيب انا مده الاستوى يعني بتاعت الحمام عموما ساعه الا ربع بالظبط.
الحمام بالرز او بفريك ساعه الا ربع. ساعه الا ربع الحمام يعني ما بياخدش وقت. طب والفريك ياخد وقت قد ايه برضو للي مش عارف ان هو بياخد وقت قد ايه؟ تلت ساعه. يعني يبقى انا هنا هعمله 10 دقائق وبعدين احشي بيه الحمام. هاخد 10 دقائق احشي بيه النص دوت وبعد كده لما يستوي خالص هنعمل بيه الشوربه بتاعته ونحطه زي ما احنا حاطين كده. ده شيء جميل جدا. ماشي وكده خلاص يعتبر خلصنا الاطباق الرئيسيه. السلطه عاملينها مختلفه النهارده، عاملينها عيدان على اساس يبقى الاكل مختلف شويه. طبعا لسه هنكملها. إيه عملناها عباره عن صوابع اساسا يعني يبقى سناكس كده مع الولاد حتى حلو. بعد الفطار يقدروا ياكلوه على طول. طيب فاضل لنا بقى الكنافه العجيبه اللي انت قلت لنا عليها، الكنافه السينابون دي. هو كنافه السنه دي النهارده قلنا نعملها بطريقه مختلفه خالص. طبعا في ناس كتير ما بتحبش العسل الجامد قوي فاحنا قلنا نختلفها شويه نعملها حاجه مختلفه. جبنا الكنافه وشوحتها بالزبده شوحتها لغايه ما ادتنا لون البني اللي احنا شايفينه دوت. احنا عايزين لونها بني. وهنجيب السكر والقرفه، بنحط السكر والقرفه على بعض بس تكون الكنافه بردت. لازم الكنافه تبرد الاول لان احنا انا مش عايزه السكر المره دي سايح، انا عايزاه سليم. السكر على القرفه وبنقلبهم مع بعض. وبنجيب الكلاش. سكر ابيض ولا سكر بني؟ والله ما احنا قلنا لو ما فيش سكر بني هنحط على طول القرفه عليه، فالقرفه ادانا اللون ده. اوكي. يعني مش محتاج. وهنفرد الجلاش بنفس الطريقه دي كده وهنجيب نفرشها كده اهو. اهو. دي كام ورقه؟ اتنين. اهو. بنفرشها كده اهو. بنغطي اخر مجموعه كده بنتنيها اهو. وبنجيبها نعملها كده اهو. اهو خلاص. وبنلفها زي السنابول بالظبط. اوكي حلو. معلش طبعا التكييف عالي قوي فالتكييف قفل معلش نشف شويه. بس هي بتتعمل عموما كده وهنحطها بالمنظر ده. هتمسك نفسها ازاي بقى في العادي؟ في هنحطها بقى في الصينيه. هنحطها في الصينيه في الفرن. هنكمل كل يعني المجموعه يعني ما بنقفلهاش بحاجه في الاخر ولا حاجه ولا اي حاجه. هنحطها في الصينيه هنكملها ونحطها في الفرن بس طبعا هيديها سمنه كتير شويه. هي بتاخد سمنه عشان يعني كل ده يتمسك مع بعض. بتبقى يعني السمنه مؤخرا بعد ما خلصت كل ده هدهنها بقى بس وشها بالسمنه. لكن جوه ما كنتش حاطه حاجه سمنه سايحه على الوش. لكن جوه لا 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 مع الكنافه لا. احنا قلنا هنبقى لايت شويه ان هي السمنه اللي الكنافه ذات نفسها محمره سمنه كتير. حلوه. هي مش محتاجه. هي هتبخ السمنه. طيب يعني احنا بس هندهنها بشويه سمنه وندخلها الفرن. وندخلها الفرن بعد كده نحط لها شربات ولا ايه؟ ما احنا قلنا بقى احنا هنقول الجديد دلوقتي. الجديد ان احنا هنعمل لها صوص. يا بنحط قرفه على قرفه على سكر ونرشها عليها لان هي اوريدي من جواها سكرها. يا الا بنحط لبن مكثف وجبنه وبنضربهم مع بعض ونرشها على الوش. جبنه يا الا جبنه اي مكعبات الجبنه جبنه كريمي يعني. اي جبنه كريمي بنضربها مع لبن المكثف ونرشها على الوش. فخفينا شويه السكر اللي احنا بناكلها بعد الفطار لان هو الكنافه من جوه فيها القرفه والسكر بتاعها. حلو قوي. اللي عايز يحط سكر ما يعني عسل ما فيش اي مشكله. يعني اللي عايز يرش عسل ما فيش مشكله. اللي عايز يحط شوكولاته بيضه ماشي ما فيش مشكله. احنا جبنا اي حاجه توبنج يعني. اوكي بالظبط. اي صوص احنا بنحبه. في ايه تاني؟ خلصنا؟ خلاص. شاطره شاطره يا داليا ادي برافو عليكي ما شاء الله. حاجاتك حلوه وجميله وسريعه وسريعه طبعا انت عشان شاطره يعني. لا بس هي سريعه ما بتاخدش وقت. احنا زي ما قلت لك بنحاول. مثلا لو انا جبت فريك زي ما قلت مالك الفريك خلاص هنعمل من الفريك كذا طبق. فانا مش محتاجه اجيب انواع كتيره. صح. يعني انا مثلا عايزه اقول حاجه للناس. مثلا انت قمت الصبح فكري ان انت او مثلا ادي خطه اسبوعيه. احنا الاسبوع ده عندنا يوم فريك يوم رز يوم مكرونه فانا حطيت الخطه معايا. ما عادش اعمل كذا حاجه مع بعض. هي بالظبط. هو يوم الحاجه انا دخلت بالفريك المطبخ مش هحتاج حاجات كتير قوي ان انا اضيع وقتي. احنا بحاجه واحده عملنا ثلاث اربع اصناف. يومكم فريك النهارده. تسلم ايدك يا داليا بجد حلوه قوي وريحه كمان حلوه جدا. هنشوف طبعا في نهايه الحلقه انا وهدى هنشوف بقى الاطباق بشكلها النهائي ان شاء الله. الحمام ومبروك ازاي ما فرقعش؟ بس المشكله الكبيره ان الحمام فعلا ما فرقع. هو كل الناس بتحط حبه صغننين. هو احنا بنحطها وببططها يعني انا مش عارفه الا الهوا جابها معانا ولا لا. بس انا بعد ما حطيت الفريك بططتها فهي بقى كده بترمي الانتفاخ اللي احنا يعني بعد كده هي بتنفخ لوحدها حتى لو الرز يعني حتى لو الرز لازم يبقى فيه مساحه عشان تكبر. يعني لازم يبقى في مساحه للحمام ينفش بالظبط كده. وطبعا بس من ضمن الحاجات اللي ما قلناهاش ان احنا لازم الحمام من تحت البوط لازم نعمله بالسكينه رفيعه او خله
اشمعنى؟ عشان الميه تخش جوه ما يفرقعش بقى من قدام زي ما حضرتك بتقولي. يعني ايه نعمل ايه؟ يعني ممكن بس امسك الحمامه. طيب ثواني. هي الحمام من يعني بخله كده نقوم مخرمينها يعني؟ بالظبط كده. يعني الحمامه اهي كده اهو اهو كده. تقوم تعمل ايه بقى؟ احنا بنمسكها كده من تحت الباط يعني من عندنا بقى من الشرقيه تعليم كده، لازم نغرزها من تحت الباط. فكله يخش فين؟ الميه تخش من جوه. ما تلاقيش مكان. طب مش هيطلع الرز كده؟ لا لا مش هتنفجر. لا لا هو من تحت هنا. تمام. هي مجرد بس بتدي مساحه سبيس كده تخش جواها الحاجه. طب قولي لي وقت السوى بيبقى قد ايه؟ عشان في ناس بتسيبه فبيتهري. ساعه الا ربع. ساعه الا ربع. واحنا موطين ولا واحنا معليين؟ لازم الميه تغلي فتره مثلا حوالي اول ربع ساعه. تغلي ونص ساعه على نار واطيه زي ما احنا عملنا. احنا على فكره احنا عملنا كل حاجه هوا يعني مفيش حاجه جايبينها. يعني عشان كده ما فرقعتش خالص. وفكره التوريق يا جماعه لازم نورق نشيل الدوره. طب اشرحي لنا نورق ازاي. احنا بنجيبها من عند الزور بالظبط ونقعد بصباعين الصغيرين دول بنحطها بنوسع بيها بين الجلد وبين اللحم ذات نفسه. فمجرد ما وسعنا خلاص احنا حطينا الحاجه فهي وصلت لغايه الاخر. يعني بصوا لو تلاحظوا احنا الحمامه واصله للاخر. انا خاف صباعي يطلع الجلده بتاعت الحمام ما اعرفش احشيها. يعني لازم بالراحه. لا هي بالراحه والله. هي بصي هي لو فلتت واحنا بنورقها ما بتزبطش مننا واحنا بنسويها. هي بلاش ناكل حمام وخلاص. احنا ممكن وهي بتتحمر. احنا ما جبناش حاجه يعني احنا حمرنا وحشينا وسلقنا كله على الهواء. ما احنا مش داليا بقى. لا والله ابدا. بيخاف منك يا داليا. لا الفكره والله ابسط من كده. انا بس كده عايزه اقول ان فكره كمان السلطه المره دي انا مش عايزين كل نعمل طبق السلطه اللي بيترمي طبعا لازم بدوش بنزهه. لا عايزين نقطعها لهم كده يعني. وبعدين ما شاء الله اليومين دول الخضار رائع رائع. البطاطس الطماطم الشاري موجوده. الجزر الصغير قوي ده جميل قوي 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 تحفه يعني مش محتاج حاجه. الفلفل الصغير هنقطعها بس سلايس مش هنعمل اي حاجه. الجلاش اللي انت معزبانه بيه ده بالمنظر الفظيع ده انت حطيتي عليه كراميل ده صوص كراميل حطينا او جبنه بالشوكولاته او شوكولاته. قد ايه بقى قولي لنا بس. هو احنا زي ما اتفقنا احنا يعني احنا قلنا ان المكان ذات نفسه في الفرن احنا حطيناه الاول زي ما يعني هو كانت بسمنته كتير جدا. يا جماعه لو احنا عايزين نخف سمنه بنحطه في حاجه تيفال. التيفال بيأثر شويه ان احنا يعني كده اهو. ده يا جماعه بالنسبه للسنب او هو التقليد السنب والكذاب اللي احنا عاملينه ده. واحده دي فطار اصلا. هي لو اخد واحده من دي فطر كده يعني ينفع. هي والله يعني برده لا ما فيهاش عسل. هي ما فيهاش عسل. دي الصوص ده شربات خالص. الصوص ده ممكن يكون زبادي على فكره يعني. هو كل واحد بيقدر يقيم الحاجه اللي جواه عنده زي ما هو عايز. ده ممكن يكون زبادي على شويه عسل نحل وهنحطه على الوش هيطريها جدا ونقدر ناكلها. هي الفكره ان كل حاجه ممكن نعملها بطريقه مختلفه. ايوه صح. يعني انا ما حطيتش اي عسل خالص. جديده يعني. اساسا كلها على بعضها. يعني هي فكره السنه بشم ريحه القرفه فظيعه. البتاع الطبق ده مفروض من الحاجات اللي عارفه انت في محلات كده تقول لك قنبله. هو ده الطبق ده قنبله. هي كل الطبقات دي كلها قنابل طالعه النهارده. بس فعلا جميله. تسلم ايدك يا داليا ونورتينا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. تسلمي ايدك. شيف داليا عبد الوهاب كانت معانا النهارده في فقره المطبخ. واللي يحب يشوف الفقره دي بتفاصيلها يشوفنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك. طيب بشكرك يا هدى. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا داليا. وبشكر مترجمه الاشاره استاذه ساره مشهور اللي كانت موجوده معانا طوال الحلقه. شكرا لكل مشاهدينا على حسن المتابعه. بكره ان شاء الله فريق عمل جديد وفقرات متنوعه. خليكم معانا دايما زينه بطعم البيوت.